ملك الدواوين الأستاذ فؤاد جريس. ملك الدواوين. أوكي. أهلا وسهلا فيكم. ما شاء الله اليوم يعني فظيع، زقفة زقفة كبيرة للكل عن جد، يعني عمانتي تي والله إشي عظيم اليوم. فأحنا كتير يعني I think presentations كانوا فظيعين طبعا. اليوم كتير فرجيناكم طرق كيف الواحد ممكن يكون خروف، كيف واحد يعني ممكن يدخل ويصير فيه سكامز وهاكينج وكل الأشياء هاي. هلا قصة صغيرة، هذيك اليوم أمي طلبت مني أجيب لها كمبيوتر، جبت لها لابتوب و بعرفش كنت قاعد وعم بحضر التلفزيون بأوضة القعدة، دخلت هيك فتحت الباب ودخلت لعندي وقالت لي ماما ماما ترى ايش في ايش في، خفت يعني عليها. قالت لي I'm the one millionth user، انا اللي بقى انا ربحت وفتيش وما بعرف شو عم بطلع عندي على السكرين. قلت لها ماما فاليوم بدي احكي لكم سريعا هدول الاشياء اكيد كلنا بنعرفها، يعني كلنا بنعرفها طرق الواحد ممكن انه يخفف من الاتاكس، مش الاتاكس بس انه يحمي حاله شوي. فهذول 10 commandments of security and privacy best practices. الاولى اللي هي maintain current software, authentic and up to date. هلا كويس بعرفش يعني اكيد كثير منا نزلنا على البلد واشترينا software من البلد، يعني فيش فيها اشي خلينا نقول، بس الواحد احسن يكون عنده authentic software ويخليه up to date. اشي كثير كويس الواحد يكون دائما عنده الفيتشر اللي هو الاوتوماتيك ابديت فيتشر، اللي هو بمعظم السوفت وير اليوم يكون عنده اياه مشغل، يعني دائما يعمل اوتوماتيك ابديتس عشان ينزل عنده كل النيو ديفينيشنز تاعون السوفت وير، يحمي حاله من الاتاكس اللي عم بتصير على السوفت وير، على سوفت وير معين يعني يوم بيوم. فلما الهاكرز شغالين ليالي زي ما حكى كفاح، يعني الناس عم بكافحوا يعملوا هاكينج. فهي اول شيء. ثاني شيء consider alternative software، يعني عندنا المينستريم سوفت وير معظم بيصير عليه اتاكس، يعني بشكل عام بيصير. طبعا احنا كلنا بنعرف اي اي، بس في عندك اذر سوفت وير اللي هو زي فايرفوكس، اوبرا، سفاري، يو نو جوجل كروم، اللي هو ممكن الواحد يستخدمه ويكون عليه شوي اقل الاتاكس اور اني هاكس اور اني خلينا نقول ثريتس بشكل عام. في كمان عندنا البي دي اف. هلا البي دي اف يعني السكيورتي تاعه مش فظيع. في عندك ان alternative سوفتوير اسمه فوكسيت. فوكسيت بيستعملوه كثير من الشركات الكبيره، بيعطي ان ادد ليفل 3 ليفلز اكشلي اوف ادد سكيورتي على الفايلات هاي. البي دي اف از نوت كومبليتلي سيف لحاله، ممكن الواحد برضه يدخل عليه، يدخل على الفايلات اللي بعت له اياها فيها. اخر وحده اللي هي الويندوز. الويندوز مينستريم، بس طبعا في alternatives اللي هي لينكس وماك او اس اللي كلنا بنعرف انه فيروسات عليها واتاكس عليها ممكن تكون اخف. ثالث شيء security software. زي ما بنعرف عندنا كثير security software، anti viruses، anti malware، anti spamware، anti spyware لازم تكون عندنا. يعني كلنا بنعرف انه لازم تكون عندنا. هو بتغلى مرات بتبطئ الجهاز، بس بشكل عام عم بتحسنه. فسرب فايروولز مهم كتير الواحد يكون عنده a personal firewall. هذا ممكن يكون software بتحطه عندك على الكمبيوتر basically بيخلي بيحميك من الاتاكس او الثريتس اللي موجودة. والنتورك فايروول اذا انت موجود على النتورك يكون برضو عليه a firewall كمان ليحميك. Of course VPN connections when possible. هلا احنا ما أعرفش إذا الكل بيعرف، بس أي شيء تبعته من كمبيوترك is out in the clear، يعني معناته أنه هو موجود. أي هاكر ممكن intercept that message اللي بتبعتها، يدخل عليها يأخذها أو يأخذ السيجنال تاعك يعمل فيه شيء. ف VPN connection اللي هو a private network basically a private connection. في مرات إذا كنت على مثلا في الجامعات يكون فيهم VPNs خاصة فيهم بتحميهم، موجود ببلاش للطلاب بالشركات مرات. بعكس هيك بيكون مصاري. There are services بيقدر يعطوك VPN connection، بيعطيك a secure path للفايلات تاعتك اللي بتبعتها. ف of course don't share data storage. حدا بيعرف ايش هاد؟ USB. USB محطوط بحيط. فأنا مش عارف ليش هاي فكرة حلوة، بس أنا حبيتها. بس بصراحة
يعني زي اللي بيعرض حاله للاس تي ديز يعني sexually transmitted diseases يعني بصراحه. هلا في بروجكت صار بنيويورك من فتره اسمه dead drops. فdead drops هي اصلا الكلمه من وين تيجي، هي انه اثنين ينقلوا شغله من بين بعض بس ما يكون في اي كراكشن بيناتهم، ما في اي بوينت وين هم الاثنين بلتوا. واحد مثلا بالدروجز كثير والمافيا بيعملوا dead drops، بروح بودوا شيء لمحل واحد ثاني بيجي بياخده. فهذا حطوا يو اس بيز حوالين كل نيويورك سيتي محلات معينه، والناس صارت تحط فيها فايلات وتشيل من الفايلات. طبعا طلع ريبورت من فتره they estimate انه the damage done من هذا الشيء حوالي 25,000 دولار. فما بعرف كم واحد اتجرأ، ونيويورك كبيره طبعا، بس كثير ناس يعني تاثروا منها. يعني instead of dead drops هم they're dropping dead الكمبيوترات تاعهم. نمبر 6 اللي هي lockdown and backup. هذا للبي سي وللديفايسز كلها اللي عندك اياها. هلا كل ما بتتطور الموبايلات كمان اللي عندنا اياها، لينكس من فتره اظن بشهر 8 اللي فات اول فيروس طلع، مش لينكس سوري عفوا الاندرويد، اندرويد اول مره يعني طلع عليه فيروس شهر 8 اظن اللي فات. بيسكلي بينزل عندك وبصير يبعث اس ام اس وفاتورتك بتولع وكل الاشياء هاي. بس بيسكلي لوك داون باك اب لما ما تكون انت على الكمبيوتر، ميك شور يو هاف اول شيء باسورد سكيور على الكمبيوتر تاعك وما تخلي اي حد يستخدمه. انا لما رحت على الجامعه درست في الولايات المتحده، ولكن بس رحت على الجامعه اول كم يوم ما كانش عندي لابتوب، رحت لحالي وما كانش عندي لابتوب، فطلبت من الروميتس اللي كانوا عندي ان استخدم كمبيوتراتهم دغري. قالوا لي لا دغري يعني هذه شيء اظن كلنا يعني بنساعد بعض لما حدا بده يستخدم يشوف شيك ايميله، كلهم قالوا لا. الطابق رحت لفيت على الناس كلهم، يعني اخذتني يمكن ساعه لقيت حدا قبل يخليني استخدم اللابتوب تاعه لشيك ايميلي احكي لاهلي والله انه انا كويس وانا وصلت وكذا وكذا. فلوك داون بيسكلي هو with security with passcodes وكل الاشياء هاي، and also with يعني with measures انك انت بس تستخدم كمبيوترك. طبعا باك اب هذا بيعتمد على على التيست او النيد تاعك. احسن شيء انه تباك اب اون ا ديلي بيسس، يعني كل مكان اكثر كل مكان احسن حسب ما بتعمل ابديت انت بيسكلي. طبعا اذا كنت في شركه في بروتوكولز معينه لازم الواحد يعمل باك اب فيها، اذا كنت لحالك ديبندز اون يور تيست ديبندز اون يور نيدز. بس هم زي ما حكينا بالاول انه الهاكرز شغالين على طول، اذا خربوا فايلاتك يو نو يو نيد ذم ات سم تايم، بدك تكونوا بدك اياهم يكونوا ابديتد از ماتش اس بوسيبل. 7 passcode and passphrase protection. في saying معروف اللي هو hacking passwords is easy as 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 اللي هو أكثر password وارد في العالم I think حسب ما قريت أنا. ف of course you should change permissions and passcodes regularly. ويكون الpassword يعني the best practice here إنه passcodes يكونوا تقريبا 8 characters على الأقل و alphanumeric. SSL where possible. هلا secure socket layer أكيد كلنا بنعرفه، بيستخدم على مثلا through email على الويب. يكون واحد بيتأكد إنه يعني if you have an SSL secure certificate make sure إنه يعني it's there. يعني when you need it make sure it's there. When you're using the credit card statak, when you're using anything on the online إن شاء الله يكون موجود. يعني طبعا HTTPS بيكون فوق، تأكدوا منها دائما، أو بيكون في lock على البراوزر. Encryptions are better but not great. هلا لما تدخل انت على مثلا bank account بيقول لك انه والله احنا عندنا 64 bit encryption or 128 bit encryption which is great. الواحد طبعا بيقول اوف this is safe, it's not completely safe, everything can be hacked, everything can be يعني there's a back door. فخليها في بالك. Stay private and public. هذه معناتها انه لما الواحد يروح على مثلا library يحط بده يفتح مثلا البنك اكاونت تاعه في لايبرري، هي شودنت بصراحه، لانه يعني عم ممكن يكون في كي لوجر على اللابتوب، عم بتحط الانفورميشن الخاصه فيك مثلا على كمبيوترات ما عندك السيطره او الكنترول عليها الكامل بشكل كامل. طبعا يو شودنت شير انفورميشن وذ اني ون ات اول، باسوردز شود بي برايفت، دونت جيف ذم تو اني ون. طبعا 10 واخر شيء تقريبا هو الابوف اول بي سكبتيكال، يعني خليك حذر على طول. أكيد يعني في مريشس إيميلز تيجي للواحد بيشك فيها، إذا شكيت بإشي أحسن ما تفتحه، أحسن ما 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 تشوفه، يعني مش رايح عليك كتير أكيد. وإذا هم الناس عن جد بدهم ياك بدهم يعطوك مليون ليرة أو إشي برجع بحكوا معك أكثر من مرة.
فthe same rules apply in the real world and online. أنا أكيد تتذكروا إنه أمهاتنا حكونا وإحنا صغار ما تحكم على ناس strangers غريبين. فيعني on the internet the same thing counts basically. If you don't know someone, then you're better off not talking to them. Do you really know the person on the other side of the message? Or if it sounds too good to be true, زي ما حكى كفاح, it probably is. آخر إشي يعني الواحد تيحمي حاله يعني 100% هو أشرف له إنه ما يستعمل هالطبخة كلها يعني لا كمبيوتر ولا 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 تليفونات ولا إشي بس بتأمل إنه ما يصير هذا الشيء طبعا ونقدر إحنا نكون at least safe and sound for the future. فbe careful وأهلا وسهلا فيكم.